خلال اللقاء أن التهديدات بشن عدوان مباشر على سوريا ستزيدها تمسكا بمبادئها الراسخة وبقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها، مشددا على أن سوريا ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان. وأضاف رئيس الأسد أن سوريا جيشها الباسل ماضية ومصممة على القضاء على الإرهاب الذي سخرته وتدعمه إسرائيل والدول الغربية خدمة لمصالحها المتمثلة بتقسيم المنطقة وتفتيتها وإخضاع شعوبها. وأشار رئيس الأسد إلى أن نهوض